تواصل القنصليه المصريه بجده وفرق العمل المتعدده التي اوفدتها الي مكه والمشاعر المقدسه التنسيق مع السلطات السعوديه وبعثه الحج الرسميه المصريه ذلك للوقوف علي اوضاع المواطنين كافه المتواجدين لأداء مناسك الحج وتقوم فرق العمل القنصلية بإجراء الزيارات الميدانية للمستشفيات للحصول على بيانات المواطنين المصريين المتواجدين بها سواء من يتلقى العلاج أو من وافته المنية والعمل على مطابقتها مع بيانات المواطنين الذين أبلغ زويهم عن فقدهم أو أبلغ زويهم عن فقدهم والتأكد من تقديم الرعاية اللازمة للمرضى منهم فضلا عن تخصيص بعثة قنصلية تتواجد على مدار الساعة بمستشفى شرق عرفات ومجمع المعيصم الطبي